أهلا بكم مشاهدينا الكرام في سياق هذه الساعة الجديدة من تغطيتنا مواكبة للعدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة، حيث كثفت المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها من خلال قصف تجمعات الجنود على طول الحدود مع فلسطين المحتلة ونصب كمائن لكل محاولات التسلل إلى الجنوب والاشتباك مع أي قوة عسكرية متقدمة وتفجير العبوات بآلياتها. مع استمرار القصف بالصواريخ والطائرات المسيرة مواقع وقواعد الاحتلال والمصانع العسكرية في شمال فلسطين المحتلة، في المقابل تواصل إسرائيل توسيع دائرة استهدافاتها للمدنيين في المناطق اللبنانية المختلفة، كان آخرها في كسروان وشرق صيدا. في غزة أيضا عاد الاشتباك في شمال القطاع إلى صورته الأولى قبل عام مع انطلاق طوفان الأقصى، كمائن محكمة، تدمير للدبابات بقذائف الياسين والعبوات الناسفة، واستمرار سياسة المجازر الإسرائيلية والتدمير الممنهج لحواضر القطاع ولكل منشآتها المدنية والحيوية، وصى مسعى لفصل شمال القطاع عن مدينة غزة. رحب بك دكتور علي شكر الأكاديمي والخبير بالعلاقات الدولية، تنضم إلينا في هذه الساعة للنقاش في جملة عناوين مفصلية تشكل يعني مدماك هذا المشهد في الأيام والساعات الأخيرة، آخرها من الاستهدافات المتنوعة في خارج نطاق الضاحية الجنوبية لبيروت على غرار ما اعتدناه في الأيام ما قبل الأيام الثلاثة الأخيرة. لكن اسمح لي قبل أن نتوسع في هذا النقاش أتحول مع زميلة فاطمة فتوني في جنوب لبنان، تضعنا في صورة آخر المعطيات الميدانية وننطلق في حديثنا سوية. إليك فاطمة. قبل ساعة من الآن محمد، دوت صافرات الإنذار في أكثر من 38 مستوطنة من يعرى غربا حتى يرؤون شرقا، كانت تدوي صافرات الإنذار في هذه المستوطنات داخل الأراضي المحتلة التي لم تهدأ طيلة ساعات الليل والفجر كذلك، حيث تواصلت المقاومة العمليات العسكرية باتجاه الأراضي المحتلة، حيث كانت تتصدى لقوات الاحتلال المتسللة أو التي حاولت التسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية، كذلك كانت تطارد وتستهدف تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنات ومواقع إسرائيلية عند الحافة الأمامية. إذا ما تحدثنا عن عمليات التصدي التي قامت بها المقاومة اليوم لمحاولات التسلل الإسرائيلية، منذ الليلة الماضية حاولت قوات إسرائيلية التسلل من إلى بلدة رامية من خلال الموقع الذي يقع قبالة هذه البلدة ويفصل بين الموقع والطريق العام في رامية حوالي 400 متر، يعني مسافة، نتحدث عن مسافة تفصل بين هذه الموقع والمنطقة، مسافة مفتوحة بمعظمها حرجية، يحاول الاحتلال أو حاول التسلل باتجاه هذه المنطقة تحديدا، ولكن المقاومة كمنت لهذه القوات الإسرائيلية من خلال استهدافها بالصواريخ الموجهة كذلك بتفجير العبوات الناسفة أكثر من مرة، حيث استهدفت أيضا مدرعة آلية مدرعة تابعة للاحتلال الإسرائيلي حاولت التقدم باتجاه هذه البلدة، كذلك استهدفتها بصاروخ موجه. إذا كنا أمام عملية تصدي أكثر من مرة لمحاولات التسلل، بالإضافة إلى تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع رامية، ودائما قبل أن يدخل أو يحاول التسلل للاحتلال إلى أي منطقة يسبق هذه المحاولة بقصف مدفعي عنيف، كذلك بغارات كثيفة باتجاه البلدات، إن كان عيت الشعب، رامية، القوزة، حنين، كل هذه المناطق كانت تتعرض لغارات إسرائيلية، كذلك عندما حاول سحب القتلى والجرحى في صفوف جنوده نتيجة الاستهداف المباشر من قبل المقاومين، كذلك كان يقوم بعمليات من القصف من الغطاء الناري الكثيف إذا صح القول باتجاه هذه البلدات، قصف مدفعي مكثف على البلدات المقابلة لموقع رامية، بالإضافة إلى الغارات التي كان يشنها، حيث تعرضت هذه البلدات لسلسلة اعتداءات منذ الليلة الماضية وحتى صباح هذا اليوم، بالإضافة إلى الاشتباك المباشر بين المقاومين وجنود الاحتلال الإسرائيلي. وبحسب ما جاء في بيان المقاومة فإن الاشتباكات ما زالت مستمرة في هذه المناطق التي تقع في القطاع الغربي مقابلة تماما لمواقع الاحتلال عند الحافة الأمامية. المقاومة لم تتصدى فقط ولم تشتبك فقط مع قوات الاحتلال ولم تستهدف قوات الاحتلال في هذه النقطة فقط، إنما أيضا استهدفت تحركات جنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط مكان الاشتباك أو في محيط موقع الاشتباك، حيث استهدفت تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف
الشرقية لموقع رامية والأطراف الغربية لبلدة عيت الشعب، حيث توجد هناك خلة وردي منطقة حرجية استهدفت المقاومة هناك تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي. كذلك في الأطراف الغربية لبلدة رامية حيث تقع ثكنة زرعيت استهدفت تجمع آخر بقذائف المدفعية بالأسلحة الصاروخية وبصاروخ بركان. اللافت كان استخدام صاروخ البركان الثقيل واستهداف تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في هذه النقاط في ظل كل ما كانت تعيشه هذه المنطقة الليلة الماضية من اعتداءات إسرائيلية، بالإضافة إلى توجيه المقاومة نيرانها أيضا إلى تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي خلف ثكنة زرعيت، حيث تتواجد المستوطنة التي استهدفت المقاومة فيها تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي. كذلك إذا ما تحدثنا عن هذه المنطقة، منطقة تقع مقابل القطاع الغربي، مستوطنة شوميرا تحديدا حيث استهدفت تجمع لجنود الاحتلال في هذه المنطقة، بالإضافة إلى الصواريخ التي كانت تتوجه باتجاه تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي. الآن هناك رشقة صاروخية باتجاه الأراضي المحتلة، صافرات الإنذار تدوي شمالي حيفا. لا ننسى أيضا حيفا التي كانت تحت مرمى نيران المقاومة في الأيام الماضية، كانت تستهدف قواعد عسكرية، بالإضافة إلى منطقة زفلون التي كانت أيضا تحت الاستهداف المباشر. اليوم أو الآن تدوي صافرات الإنذار في هذه المنطقة شمالي حيفا، ودائما عندما تدوي صافرات الإنذار في أي منطقة داخل الأراضي المحتلة نحن ننتظر يعني بيان المقاومة الذي يعلن ما إذا كان هناك استهداف لهذه المنطقة أو منطقة تقع في محيط هذه المنطقة داخل الأراضي المحتلة. كذلك استهدفت المقاومة تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في تل شعر، كذلك تجمع آخر في مستوطنة المنارة. حتى هذه اللحظة نحن نتابع أيضا الاعتداءات الإسرائيلية، التحليق المتواصل لطائرات الحربية الإسرائيلية التي دائما ما تخترق حاجز الصوت على مستويات منخفضة كما حصل يوم أمس، وكل يوم تقريبا تخترق هذه الطائرات حاجز الصوت، بالإضافة إلى التحليق المكثف للطائرات المسيرة فوق المنطقة الحدودية تحديدا. بطبيعة الحال وسائل الإعلام الإسرائيلية تنقل الآن من مصادر عسكرية نقل 11 جنديا من المنطقة الحدودية مع لبنان حتى الآن إلى المستشفيات، حيث وصفت جراح 4 منهم بالحرجة، بعدما كانت أيضا أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية بحسب عواجل الميادين عن دوي صفارات الإنذار في الجليل الأوسط ونهرية وصولا إلى حيفا والكريوت. أعود إليك دكتور علي، شكر للسؤال، يعني حول طبيعة وواقع الميدان في جنوب لبنان بعد 4 أيام على الجولات الزائفة إذا صح التعبير التي أراد من خلالها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن يوحي الإعلام والداخل الإسرائيلي بأن هناك تقدم وإنجازات استراتيجية على مستوى العملية البرية قبل أن يتم فتحه عبر أكثر من مراسل سيما منهم مراسل قناة 12. ما الذي يكشف ميدان الجنوب اليوم بعد كل هذه الأيام؟ صباح الخير بداية لك ولجميع المشاهدين. أعتقد بأننا يمكن الحديث اليوم عن معركة إعلامية بالنسبة للإسرائيلي أكثر مما هي معركة ميدانية، لأنه انطلاقا من المعطيات الموجودة وما قدمته وسائل إعلام عديدة وعلى رأسها وسائل إعلام عبرية فيما يتعلق بهذه المعركة، هناك يعني حديث عن أن هذه المعركة انتهت ووصلت إلى طريق مسدود، هناك حديث أيضا عن أن التضاريس الجغرافية تشكل حالة من الصعوبة الكبيرة التي تمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي من إمكانية الدخول، أيضا الحديث عن مستوى الأداء لدى المقاومين وهو ما لم يكن متوقع وفق بعض التقارير. لذلك أيضا ما يتعلق بمسألة يعني مدير مستشفى زئيف يقول بأن هناك تدفق يومي للمصابين من جنود الاحتلال على المستشفى، الحديث عن أكثر من 100 مصاب اليوم، هذه العملية 11 مصاب وغير ذلك من يعني ما يقدم على وسائل الإعلام، يبين عن أن حجم هذه المعركة على المستوى البري كبير، وبالتالي هذا ينعكس على المستوى الثاني الذي يعني يريد العدو الإسرائيلي أن يقدم من خلاله نوع من يعني التقدم ونوع من إحراز انتصارات هي فقط تتعلق بالجانب الإعلامي، بمعنى أننا شاهدنا في المراحل السابقة العديد من المناطق على الشريط الحدودي يقوم بها العدو الإسرائيلي ربما بدخول لبعض الأمتار، وبالتالي يصور هذا الدخول، يصور جنود الاحتلال
ومن ثم يقوم بعرضها على وسائل الإعلام ليحاول أن يظهر للرأي العام في داخل الكيان الإسرائيلي بأن هناك نوع من التقدم البري، ولكن مباشرة تعود قوات الاحتلال وتنسحب، وأحيانا تقع في كمائن كبيرة. ولكن مرحلة ما بعد هذا الدخول وهذا التصوير بالنسبة لهم تتوقف عملية عرضه بالداخل، بمعنى أنه يتم عرض هذه الإنجازات الإعلامية، ولكن ما يلي هذه الإنجازات الإعلامية من ضربات نوعية واستهدافات وإصابات وغير ذلك يعني يتم التعتيم عليه بشكل كلي. ونحن نعلم بأن العدو الإسرائيلي اليوم يقوم بحملة يعني كم الأفواه على المستوى الإعلامي على كل المستويات، انطلاقا من حجم هذه المعركة البرية ومن الخسائر التي يتكبدها، ويحاول أن لا تصل إلى الداخل الإسرائيلي، لأنه بعد المرحلة السابقة التي اعتبر أنه حقق العديد من الانتصارات فيها انطلاقا من الاستهدافات التي وجهها للمقاومة، انتقل إلى مرحلة من الخسائر التي هي يعني مرتبطة بمحاولة الدخول البري وعجزه أولا عن الدخول، ثانيا الاستهدافات التي يعني تقدمها المقاومة على مستويين، على مستوى منع الدخول والكمائن التي تقوم بها، والمستوى الثاني هو استهداف داخل الكيان الإسرائيلي، سواء على مستوى ضرب التجمعات التي يتحشد بها العدو في محاولة دعم لوجستي للدخول البري، وأيضا استهداف المناطق الأخرى في مقابل الاستهدافات في مختلف المناطق اللبنانية، والتي يعني خلال اليومين الماضيين شهدنا مدى حجم هذه الردود من المقاومة وقدرتها على تنفيذ وتحقيق أهداف كبيرة عالية الفعالية. بالتالي كل هذا المشهد يبين عن أن المعركة البرية هي معركة فاصلة وحاسمة، وأعتقد بأننا يعني في ظل مرحلة من التصعيد قد تدفع الإسرائيلي اليوم باتجاه الذهاب نحو خيار إيقاف الحرب أو الهدنة المؤقتة أو تخفيف التصعيد وما إلى ذلك من خيارات، بالتوازي مع يعني الحراك الأمريكي الذي شهدناه خلال الأيام الماضية، وخاصة أن كل هذا الحراك ولا سيما إذا ما أخذناه بالمعنى العام أو بالمشهد أو بالصورة من خلال المؤتمر الصحفي الذي يعني قدمه وزير الخارجية الأمريكي منذ يومين تقريبا، وحيث كان الحديث خلال الفترة الزمنية لهذا المؤتمر بنسبة 70% حول الجبهة اللبنانية فقط والحديث عن لبنان والملف المرتبط بالرد الإسرائيلي على الرد الإيراني أو المسألة في غزة أو الجبهات الأخرى لم يأخذ حيزا كبيرا من هذا المؤتمر. وبالتالي هذا يبين عن أن اليوم التركيز الأمريكي بالدرجة الأولى على الجبهة اللبنانية ومحورية ما يحصل في المنطقة في المرحلة الراهنة هو يرتبط بهذه الجبهة، وهي العامل الحاسم أو الفاصل ربما في تطورات هذه المعركة. هذا بحسب ما تقول مراسلة الميادين، إصابة مباشرة في كريات بياليك شمال حيفا من جراء إصطالية صاروخية الأخيرة، وكانت أيضا وسائل إعلام إسرائيلية قالت عشرات الانفجارات تسمع الآن في حيفا وكريات. نستمع ونتابع هذه المشاهد لصفارات الإنذار في حيفا التي كانت تدوي ولا تزال جراء هذه الصليات التي لا تزال تمطر سماء حيفا وكريوت من جنوب لبنان. إذن صفارات الإنذار في حيفا، في نهارية، في الجليل الأوسط، في الكريوت، وسط حديث عن إصابات مباشرة في كريات بياليك شمال حيفا من جراء الصلية الصاروخية الأخيرة. أرحب بالخبيرة في الشؤون الإسرائيلية من الجليل الأستاذة نيفين أبو رحمون. لعل هذه المشاهد أستاذة نيفين مباشرة بعد يوم الغفران الذي كانت المقاومة أمطرت فيها الداخل المحتل بصليات الصواريخ، وبالتالي كانت إسرائيل في يوم الغفران تحت النيران. ما الذي يعنيه أن ينتكس نتنياهو بوعوده وآخر وعوده وأن يكون المستوطنون في الشمال في يوم الغفران في منازلهم وإذ بهم تحت وابل صواريخ المقاومة؟ صحيح، يعني واضح أن كل وعودات نتنياهو للجمهور الإسرائيلي تتحطم وتتكسر بفعل ما يحدث على الميدان أو بفعل كل يعني الوتيرة التصاعدية للاستراتيجية العسكرية لحزب الله تحديداً.
نتحدث حتى في أيام العيد أو ما بعد ذلك، يعني يبدو أنه الهدهد 3 شكل مرحلة مختلفة في فعل المواجهة في نوعية الاستهدافات أيضا. نتحدث الآن عن الكريوت، نتحدث عن حيفا، هذه المنطقة هي ضمن الاستهدافات الجديدة التي جاءت في هذا الهدهد. أولا يعني لهذا دلالة كبيرة على فعل المعلوماتية الكبيرة لدى المقاومة، يعني بعد أن صدرت إسرائيل لجمهورها الإسرائيلي فعليا أنه هنالك تدمير كامل لمقدرات حزب الله، يأتي الجواب من الميدان، يأتي الجواب من استمرار المقاومة من إطلاق يعني صواريخ على استهدافات عينية. الآن واضح أن نوعية الاستهدافات بمعنى المناطق، سواء إذا تحدثنا عن منطقة حيفا أو إذا تحدثنا عن منطقة تل أبيب الكبرى أيضا كما حدث يعني في يوم الغفران، واضح أن لذلك دلالة. يعني أنا دائما أريد أن أتحدث عن ذلك من خلالكم. استهداف تل أبيب الكبرى أو منطقة جوش دان تحديدا لها دلالة كبيرة، خصوصا أن منطقة بشكل عيني خلال العديد من خطاباته، هذا بدأ تحديدا في 2010 عندما استحضر هذه المدينة تحديدا أو هذه المنطقة مقابل عقيدة الضاحية التي تشكلت بالذهنية الإسرائيلية بعد حرب تموز 2006. بمعنى هنالك إدراك وهنالك وعي في ذهنية المقاومة في التعاطي مع هذه المنطقة على المستوى يعني الاستراتيجي لإسرائيل، ليس فقط على مستوى الاستهداف فقط، وإنما على ما تؤسس، هي تؤسس على فعل مواجهة يعني ولذلك مفاعيل كبيرة أيضا على مسار تصاعدي للمقاومة في نوعية هذا الاستهداف. نتحدث عن منطقة لها دلالة يعني في البعد الحيوي الاستراتيجي العسكري والاقتصادي أيضا، هي شريان حياة إسرائيل. نتحدث عن يعني عمليا 3/4 سكان إسرائيل موجودين في هذه المنطقة. لذلك أقول إنه ما بعد الهدهد 3 واضح أن هنالك تنفيذ لكل يعني هذه المعلوماتية التي استطاعت المقاومة بفعل هدهد 3 أن تمتلكه من جهة، ومن جهة أخرى واضح إنه التعويل على تدمير حزب الله بفعل الاغتيالات والإنجازات التكتيكية التي يعني فكرت إسرائيل وصدرتها للجمهور الإسرائيلي أنه بفعل هذه الإنجازات التكتيكية تستطيع ضرب فعل المقاومة. ولكن ما يحدث الآن يعني بعد ما يقارب الأسبوعين في الميدان، هي لا تستطيع أن تنجز أي شيء، مع أنها هي ذهبت إلى جنوب لبنان من أجل أن تبحث عن مكسب سياسي تصدره لجمهورها الإسرائيلي، خصوصا أنها أخفقت بالوعودات أيضا في حرب الإبادة على غزة. نتحدث بعد عام كامل من طوفان الأقصى لم تحقق أي شيء من الأهداف المعلنة، هذا طبعا ناهيك عن الأهداف غير المعلنة التي تتعلق بالاستراتيجية يعني السياسية لإسرائيل كمعركة وجودية لها في تثبيت نفوذها، في تثبيت تواجدها في المنطقة العربية. هنا واضح أنها يعني هي تثبت من الضغط العسكري وتذهب تتمسك بهذا الضغط العسكري من أجل البحث عن مكاسب سياسية استراتيجية. حتى الآن في معادلة الربح والخسارة، في معادلة الحرب، ما حدث فعليا على الأرض، ما حدث فعليا على الميدان، بالرغم من عقيدة الضاحية والتدمير والعدوان المكثف والعقاب الجماعي التي تحدثه على الضاحية، ما زالت الضاحية قادرة على احتضان البيئة الحاضنة للمقاومة، ما زالت قادرة أيضا أن تصدر فعل سياسي من خلال استقبال رئيس البرلمان الإيراني، ما زالت قادرة أيضا على احتواء المقاومة. بمعنى أنه يعني هذا الفعل في القتل والتدمير وحرب الإبادة أيضا على لبنان، لبنان السيادة ولبنان الدولة، هي فعليا يعني لم تستطع تحقيق أي شيء، لا مكسب سياسي يتعلق بإحداث شرخا بين مركبات المجتمع اللبناني ككل، أو بين إحداث شرخا أيضا بين المقاومة وبين الحاضنة الشعبية. لذلك يعني فعليا إذا عدنا للسؤال أنه حول تحقيق الوعودات، لا تحقيق للوعودات حتى الآن، وباعتقادي لن يستطع نتنياهو لا إعادة المستوطنين إلى مستوطناتهم لا بالشمال ولا بالجنوب. ويعني باعتقادي المقاومة تدرك تماما أهمية هذا العنصر، خصوصا أننا نتحدث أيضا عن نية نتنياهو باستعادة الأمن يعني في المنطقة. قد يكون أنه هذا جزء من الأهداف المعلنة، ويعني أكرر أن هنالك أهدافا غير معلنة تتعلق بتغيير ملامح المنطقة، تتعلق بتغيير
يعني الحدود مع جنوب لبنان على المستوى الجيوسياسي، واضح أن في ذلك أيضا خطورة كبيرة على تحدث نتنياهو عن ترتيبات جديدة سنفصل فيها في سياق هذه الساعة، لكن اسمحي لي أستاذة نيفين يعني نتحول إلى هذه المشاهد حول أصوات انفجارات تدوب في كريات دياليك في حيفا، في هذه المشاهد التي نتابع فيها سماع ومشاهدة الانفجارات في كريات دياليك. أيضا تحدثت المنصات الإعلامية الإسرائيلية عن سماع انفجار ضخم في حيفا. كما نتابع هذه المشاهد من كريات بياليك شمال حيفا، صاليات الصواريخ من جنوب لبنان تصل إلى سماء مدينة حيفا أيضا كما نتابع بالصورة قبل قليل. الحال كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية أيضا تحدثت عن دوي صفارات الإنذار في الجليل الأوسط ونهارية وكاريوت، وأيضا تحدثت يعني عن هذه الصاليات الصاروخية التي وصلت إلى كاريات بياليك شمال حيفا من جنوب لبنان. دكتور علي، حين يتحدث نتنياهو عن ترتيبات جديدة، هل يقصد فقط العناوين السياسية للعملية العسكرية التي كانت تحدث عنها صراحة وعلانية، أم أن هناك تغييرات جذرية ينوي عليها من خلال العملية وهي لا تزال عناوين تحت الركام إذا صح التعبير لم يعبر عنها بشكل صريح، إنما يعكس طبيعتها واقع الميدان والاستهدافات والاعتداءات في الداخل اللبناني؟ نعم، أعتقد بأن الترتيبات الجديدة هنا تأتي بعد هذا المشهد المرتبط بما قدمته المقاومة على كل المستويات وعجز العدو الإسرائيلي عن الدخول إلى الأراضي اللبنانية، وأيضا ما لم يكن متوقع من استهدافات على مستوى داخل يعني الداخل الذي قامت به المقاومة. لذلك من الواضح بأن الترتيبات الجديدة تعني بأن ما تحدث عنه منذ نحو أسبوعين من أنه هو من يرسم خارطة المنطقة وهناك تغييرات استراتيجية تقوم بها إسرائيل باعتبار أن المقاومة انتهت فعاليتها وحضورها سواء على المستوى الفلسطيني وعلى المستوى اللبناني، أتى الأسبوع الماضي ليبين فعالية عالية في قدرات المقاومة في الداخل الفلسطيني. شهدنا العديد من العمليات النوعية، وأيضا اليوم الجبهة اللبنانية هي تتحدث عن نفسها. هذا ما يدفع رئيس وزراء العدو الإسرائيلي إلى الحديث عن هذه الترتيبات، وبالتالي هذا يعني بأن المسار الذي كانت سلكته الإدارة الإسرائيلية تعثر وأصبح هناك ضرورة لوضع نوع من الاستراتيجيات التي ارتبطت بهذه المتغيرات، وبالتالي هذا يعني نوع من اختلاف المرحلة بالدرجة الأولى، يعني نوع من إعادة النظر بما كان اعتبر أنه حققه بالدرجة الثانية، ويعني أيضا نوع من الحاجة إلى إعادة تعديل الاستراتيجية التي وضعها الإسرائيلي خلال المراحل الأخيرة للتعاطي فيها مع الجبهة اللبنانية، باعتبار أنه تحول نحو هذه الجبهة ليحقق انتصارات يذهب من خلالها إلى إنهاء هذه الحرب وفق الشروط التي يريدها وفرضها على المنطقة سواء على لبنان أو على فلسطين أو حتى على إيران والدول الأخرى. وبالتالي كان الخيار أو التوجه من خلال ما تحدث به نتنياهو في المراحل الماضية عن أن الحرب أصبحت على مشارف نهايتها، وأن فرض المشاريع التي تديرها إسرائيل في المنطقة أصبح تحصيل حاصل وأمرا واقعا. ما حصل على مستوى جبهتين الفلسطينية واللبنانية كسر هذا المسار، وبالتالي دفعه إلى الحديث عن أننا يعني عدنا ربما إلى نقطة الصفر على هذا المستوى، وبالتالي بعد نحو أكثر من عام على هذه الحرب التي يعني استخدم فيها العدو الإسرائيلي كل إمكاناته ويعني استخدم فيها كل الدعم الذي قدم له من الإدارة الأمريكية وغيرها من القوى التي تدعمها على مستوى المواقف السياسية وعلى مستوى الميدان وعلى المستوى اللوجستي، تبين بأن كل هذه
الآليات التي وضعت لم تحقق الأهداف الأساسية أو الفرعية، سواء أهداف المعلنة أيضا وغير المعلنة. لذلك الحديث عن إعادة النظر أو الترتيبات الجديدة أو التغيير هو أمر طبيعي في ظل هذا المشهد. وأعتقد بأن الإسرائيلي اليوم بات أكثر قناعة بأن هذه الحرب هي عمليا غير مجدية، وربما نشهد خلال الأيام القليلة القادمة نوع من الذهاب باتجاه إيقاف لهذه الحرب، انطلاقا من الأوضاع التي يعني أصبحت ضاغطة جدا على المستوى المرتبط بالداخل الإسرائيلي من ناحية. وأيضا هناك عامل أساسي أعتقد بأنه قد يكون مؤثر بشكل كبير، هو قرب الانتخابات الأمريكية التي تحتاج فيها الإدارة الأمريكية إلى نوع من توقيف هذه الحرب لاعتبارين: أولا الاستفادة من أصوات الأقليات، خاصة الأقليات المسلمة والعربية الموجودة في الداخل، وبالتالي هذا ربما يساعدها على ذلك. والنقطة الثانية أيضا محاولة تخفيف الضغط عن الكيان الإسرائيلي مما يساعد في أن تحصل على أصوات اللوبي الصهيوني. من الواضح بأننا اليوم أمام مرحلة ربما يمكن القول عنها بأنها مرحلة حساسة جدا على هذا المستوى، وبالتالي قد تدفع باتجاه إيقاف إطلاق نار أو هدنة مؤقتة أو غير ذلك. إلا إذا يعني هنا يبقى أن احتمالية أن يذهب الإسرائيلي بظل هذه الظروف للقيام بالرد على الرد الإيراني، وبالتالي يحاول أن يعني يحرف الأنظار عما يحصل في الجبهة اللبنانية وفي الداخل الفلسطيني ليحاول التعويض، وبالتالي نكون هنا ذهبنا إلى مسارات أخرى ربما الأيام القادمة هي التي تحدد طبيعتها. أستاذ نيفين، يعني بحسب المواقع الإسرائيلية هناك تسريبات أولية حول أن هناك عدد كبير من القتلى والجرحى في كمين تعرض له الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان دون تفاصيل واضحة، ومروحيات الإقلاع تصل تباعا إلى المستشفيات الإسرائيلية في الشمال الفلسطيني المحتل. هل هذا التعثر الميداني للجيش الإسرائيلي على طول خط جبهة جنوب لبنان يعثر الدور الأمريكي الضاغط على لبنان؟ يعني هو يلبس لبوس المفاوضات والحلول الدبلوماسية لأنه في طياته المزيد من الضغط على لبنان لفرض 1701 بتعديلات جديدة، بإقصاء الجيش من منطقة 1701، لإقصاء اليونيفيل والسبدالية بقوات متعددة الجنسيات. هل هذه الخطوة متاحة اليوم أم أنه من المبكر إذا ما نشهد في الميدان أن يتم تناول هذا الحديث؟ نعم، هون ممكن نتحدث عن أمرين. الأمر الأول أنه واضح أن إسرائيل متورطة في الميدان أمام حزب الله، وهذا ينعكس أيضا على أدائها مقابل الولايات المتحدة. واضح أن هنالك تحرك دبلوماسي مع هوكشتاين وبلينكين، ولكن واضح أن لا مساعي جدية وغير مجدية باعتقادي. قد يكون أنه هنالك نية أمريكية في إعطاء إسرائيل فرصة على إنجاز ما يمكن إنجازه في الجبهة الجنوبية، بمعنى أنه وعودات إسرائيل للولايات المتحدة كانت كبيرة جدا، كانت طموحات عالية، خصوصا كما تحدثنا بعد كل الإنجازات التكتيكية التي أحدثتها بفعل العدوان الإلكتروني أو فعل الاغتيالات أيضا. ولكن يعني ما واجهته في الميدان هو عكس ذلك تماما. واضح أن يعني محور المقاومة أيضا ما زال حاضرا على المستوى الإقليمي. هذا يعني مرتبط أيضا في كل قضية طرح العدوان الإسرائيلي المرتقب الذي سيكون على إيران. وباعتقادي كل هذا التحرك الدبلوماسي أيضا هو عملية فحص لكافة المعطيات الموجودة إقليميا. من جهة هنالك قدرة عسكرية ما زالت موجودة لحزب الله وقادرة على تكبيد إسرائيل خسائر على المستوى العسكري والبشري والاقتصادي أيضا يتعلق في منطقة الشمال ككل، أو حتى إذا تحدثنا على منطقة الجليل تحديدا هنالك شلل كامل، يعني حياة متوقفة على المستوى التعليمي الاجتماعي الاقتصادي والأمني كذلك. وتحدثنا أنه لا تحقيق للوعودات. على المستوى الآخر واضح أن يعني الدور أو الموقف الأمريكي يعني هو دور يعني ازدواجي. أولا نتحدث عن أمريكا الحاضرة منذ بدء هذا العدوان على غزة، وكذلك في توسيع رقعة الحرب كانت تتحدث وتصرح بشكل علني أنها لا تريد توسيع رقعة الحرب على لبنان، وأن في ذلك دلالة كبيرة على المنطقة وتداعيات ذلك على مستوى إقليمي، وهي لا تريد ذلك. قد يكون ذلك ممكن، ولكن باعتقادي هي لم تعمل أي شيء من أجل منع إسرائيل في يعني لإقامة هذا العدوان. ولكن واضح أن كل عنصر الانتخابات المحلية، مجلس الأمن تعمل على صد أي مقترح لوقف إطلاق النار في لبنان. صحيح، ولكن إذا بالعودة أيضا إلى كل موقف الرسمي الأمريكي فيما يتعلق في 1701 أيضا، هنالك محاولة إلى تمييع أيضا المسار الدبلوماسي في محاولة إلى الضغط على المقاومة
من أجل الاستسلام وليس من أجل الإنجاز إلى ما يمكن إنجازه على المستوى الدبلوماسي. واضح نية الولايات المتحدة، وهذا ينعكس أيضا في موقفها الرسمي أيضا في الأمم المتحدة حول إلزام الدولة اللبنانية، بمعنى الدولة كمنظومة أيضا كسيادة لبنانية، في محاولة يعني الضغط عليها من أجل الضغط على المقاومة أيضا. واضح أنه هي تريد ذلك من أجل يعني إعطاء إسرائيل فرصة لمحاولة إنجاز ما يمكن إنجازه على المستوى السياسي. يعني واضح أنه بعد عام كامل لا إنجاز سياسي تستفيد منه أيضا أمريكا في المنطقة. واضح أنه يعني بعد طوفان الأقصى المشروع الأمريكي تضرر في المنطقة. نتحدث ما قبل 7 أكتوبر، هذا يعني رؤية المشروع الأمريكي في المنطقة حول ما يسمى في حل الدولتين أو في مسار التطبيع للدول العربية واتفاقيات أبراهام. الآن كل ذلك تحطم، هي تحتاج أن تستعيد أنفاسها من أجل أن تعمل من جديد على استعادة مشروعها في المنطقة. وباعتقادي يعني من أسبوعين تحديدا في المعركة البرية في الميدان، واضح أن كل ما تطمح به إسرائيل وأمريكا أيضا في المنطقة تحطم بفعل ما يحدث. يعني بنهاية الأمر القول الفصل للميدان، يعني قد يكون إنه المسار الدبلوماسي هو مسارا يعني مهما وجيدا ويعني على كل المستويات حتى على المستوى الرسمي اللبناني، ولكن يعني واضح أن الميدان هو من يرسم طريق ومسار التفاوض، بمعنى كيف تؤسس إلى اليوم التالي، كيف تؤسس إلى ملامح المنطقة. واضح أن إسرائيل كانت منشغلة كما أمريكا منذ اليوم الأول في هذا العدوان على ما أسمته في اليوم التالي، سواء إذا كان في قطاع غزة أو على المستوى الإقليمي على الحدود الشمالية. بمعنى عندما نتحدث عن اليوم التالي، يعني نتنياهو اليوم لم يتحدث بهذا المصطلح اليوم التالي، ولكنه يتحدث عن شرق أوسط جديد، يتحدث عن مسار دبلوماسي يضمن له ملامح جديدة للمنطقة. يعني يقول وكأنه هو يريد عن الأهداف المعلنة أنه يستعيد الأمن لمنطقة الشمال، يريد أن يستعيد المستوطنين، ولكن واضح هو يريد أن يعمل ذلك من أجل بسط السيطرة الإسرائيلية على منطقة الجنوب، يريد أن يستعيد دور إسرائيل الإحلالي في المنطقة على كل المستويات. بالمناسبة نتحدث عن غزة، عن لبنان، عن سوريا أيضا. يعني هنالك بعض التصريحات الرسمية التي تخرج من قيادات إسرائيلية سياسية كما يعني سموتريتش وموجود في الحكم الآن، وهذا جزء من برنامجه السياسي في محاولة توسيع النفوذ. وواضح لنتنياهو اليوم فرصة ذهبية من أجل أن يستعيد دوره، يعني خصوصا بعد إخفاقات 7 أكتوبر، أن يستعيد دوره كقائد لهذه المعركة، كمخلص لإسرائيل من خلال إحداث يعني إنجاز سياسي استراتيجي تستطيع إسرائيل فعليا أن تستفيد منه ضمن مشروعها الاستيطاني الإحلالي في المنطقة نحو إسرائيل الكبرى. لذلك هنالك عدة أوجه لهذه المعركة، معركة في الميدان، هنالك المسار الدبلوماسي المرتبط. يعني نتنياهو واضح متمسك في الضغط العسكري من أجل إنجاز أيضا ما يمكن إنجازه على المستوى الدبلوماسي، طبعا في دعم وغطاء سياسي واضح من الأمريكي والأوروبي على كل المستويات. ولكن يعني نقطة إضافية أخرى، إنه على مدار هذا العام واضح أن حركات المقاومة المشتبكة على الوطن العربي مقابل إسرائيل إلى جانب المقاومة الفلسطينية أسست إلى واقع مختلف أمام إسرائيل، أسست إلى يعني فعل مواجهة مختلفة ضمن معادلة الردع. والآن هي تقدمت أيضا على الأنظمة العربية، بمعنى يعني إسرائيل منشغلة أيضا في ذلك، وهي تدرك أهمية ذلك أيضا في الوقت الذي يعني في العشر سنوات الأخيرة الأنظمة العربية التي هرولت إلى مسار التطبيع مع إسرائيل وإلى تحويل التعاطي مع إسرائيل كتحصيل حاصل، الآن بفعل طوفان الأقصى وجبهات الإسناد والاستنزاف تحول فعل المقاومة في المنطقة بعد كل يعني طموحات إسرائيل إلى تقويض المقاومة وتصفية القضية الفلسطينية إلى عنصر أساسي ولاعب أساسي على المستوى الإقليمي. وهذا ما تخشاه إسرائيل عمليا، أن حركات المقاومة هي لاعب أساسي في المعادلة الإقليمية. يعني لا يمكن الحديث عن اليوم التالي أيضا أو عن ما بعد العدوان بدون حركات المقاومة. حركات المقاومة تؤسس إلى قوة هذه البلاد بفعل يعني حضورها حماية للبنان عمليا. يعني إسرائيل تريد أن تحصر المعركة بينها وبين حزب الله أو حماس، ولكن واضح أن هذا العدوان هو تطاول على سيادة لبنان، على لبنان الدولة، لبنان المقاومة أيضا،
وواضح أن في غزة أيضا يعني هي تريد أن تنتقم من كل شيء، هي تجوع الناس، تحاصر، أيضا هنالك تطهير عرقي وتبيد العالم، هنالك قرار واضح. إسرائيلي في إبادة الشعب الفلسطيني. نعم. سأتحول إلى الزميل أحمد غانم، كما يعني باعتبار أن حضرتك أتيت على ذكر الأهالي في غزة وفلسطين بشكل عام، من خان يونس أحمد غانم تضعنا في صورة آخر المعطيات الميدانية لدي. صباح الخير. صباح الخير محمد. من شمال القطاع نبدأ، ومن تحديد من مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين الذي يواصل الجيش الإسرائيلي حصاره وتطويقه بالكامل لليوم التاسع على التوالي، ويفرض عبر قوة نيرانية هائلة منع دخول أو خروج أي من سكان هذا المخيم يعني إليه أو منه، وذلك طبعا تطبيقا ربما لخطة إسرائيلية تقضي بتفريغ المخيم من سكانه. ثالثا، فإن الجيش الإسرائيلي عمد خلال الأيام الماضية محمد إلى فصل مخيم جباليا بسواتر ترابية ومن مناطق عديدة، لعل أبرزها دوار أبو شرخ ومفترق الصفطاوي، وإقامة نقاط تفتيش عند موقع الإدارة المدنية. ولكن بطبيعة الحال الآن إسرائيل تطلق نيرانها باتجاه كل من يتحرك داخل مخيم جباليا، وتنفذ ذلك عبر طائرات الكواد كابتر التي تسيرها بشكل مكثف للغاية، تلقي قنابلها تجاه أي منزل يثبت فيه أن فيه حركة، أو حتى تجاه مجموعات المواطنين في مناطق مختلفة من المخيم. تمنع إسرائيل أيضا لليوم التاسع على التوالي سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني من انتشال جثامين عشرات الشهداء الملقاة في الشوارع والمتواجرة تحت أو عشرات المنازل التي استهدفتها خلال الأيام الماضية، وهي بذلك تسعى إلى تعميق انهيار النظام الصحي كما قال المكتب الإعلام الحكومي. ونحن نتحدث عن أكثر من 250 شهيدا خلال 9 أيام من العملية العسكرية المتواصلة على شمال القطاع. الساعات الماضية شهدت سلسلة انفجارات ناجمة عن عمليات تفجير ونسف يقوم بها الجيش الإسرائيلي في مناطق واسعة من جباليا، ولعل أبرزها منطقة الصفطاوي وكذلك منطقة الفالوجة. مناطق جباليا المخيم، جباليا البلد، النزلة، والصفطاوي، والتوام، والفالوجة هي مناطق عمليات عسكرية لا يوقف الجيش الإسرائيلي قصفه المدفعي تجاهها. أيضا للعلم فإن الجيش الإسرائيلي لا يتوغل فقط في مخيم جباليا في شمال القطاع، فهو أيضا يتوغل في منطقة بيت لاهيا أقصى شمال قطاع غزة في عدة محاور، بينها منطقة الغول، منطقة السيفة والعطاطرة، وكذلك السلاطين، حي الأمل والشيماء، ومحيط موقع فلسطين، وكذلك مناطق أخرى. مع الإشارة بأن بيت لاهيا هي السلة الغذائية لسكان شمال القطاع، والجيش الإسرائيلي الآن محمد يعمد إلى تجريف واسع للأراضي التي أعاد المزارعون إحياءها في شمال القطاع من أجل التغلب على المجاعة، وكذلك حالة الحصار التي فرضها الجيش الإسرائيلي ومنع إدخال المستلزمات الغذائية إلى مناطق شمال القطاع. أعيد استصلاح كثير من الأراضي، ولكن الجيش لم يرق له ذلك عذرا فعاد إلى تجريفها. الآن معظم المناطق التي طبعا دخلها الجيش الإسرائيلي دمر فيها في بيت لاهيا عشرات المنازل، ويقوم بعمليات نسف أيضا متواصلة هناك لعدد كبير من المنازل. النازحون الذين خرجوا من جباليا أو عدد كبير منهم ذهب إلى منطقة بيت لاهيا، ولكن أيضا هؤلاء تحديدا وصلوا إلى منطقة في بيت لاهيا اسمها المنشية، وهي أقرب نقطة إلى منطقة التوغل الإسرائيلي في منطقة جباليا وحتى في بيت لاهيا، وهم محاصرون منذ عدة أيام ولا يتوفر لديهم أي من المستلزمات الغذائية، وحتى المياه الصالحة للشرب غير متوفرة. لذلك نحن نتحدث عن عزل وحصار وتطويق شامل لمنطقة الشمال عن مدينة غزة، وربما هذا جزء من الخطة الإسرائيلية لتفريغ سكان الشمال من السكان. ولكن ثمة الآلاف
متواجدون في مراكز الإيواء، متواجدون في منازلهم، أفشلوا هذه الخطة الإسرائيلية. هذا بالنسبة لمنطقة شمال القطاع. مدينة غزة شهدت خلال الساعات الماضية سلسلة من الغارات والقصف المدفعي، طاولة حي الزيتون، تل الهوى، وكذلك منطقة الصبرة. أما المنطقة الوسطى فقد شهدت مجزرة إسرائيلية مروعة، وتحديدا في مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين. قصف الجيش الليلة منزلا لعائلة أبو دلال، لجأت إليه عائلة نازحة من رفح من عائلة أبو غالي، ثمانية شهداء جلهم من الأطفال والنساء ارتقوا في عملية استهداف المنزل هذا، وكذلك وقع عدد آخر من الجرحى، وكذلك ارتقى شهيدان في قصف إسرائيلي من طائرة مسيرة في محيط مركز الوسطى الطبي في مخيم المغازي، وأيضا عدد من الشهداء في استهداف مركبة في مخيم المغازي، وكذلك وصلت إصابة لمستشفى العودة بفعل قصف منزل لعائلة النقلة في محيط برج التركماني غربي النصيرات، وإصابة من طائرة كواد كابتر أيضا في ذات المكان. في خان يونس منذ ساعات الصباح نشهد قصفا مدفعيا باتجاه المناطق القريبة من السياج الفاصل، وتحديدا شرقي عبسان الكبيرة، وكذلك استهدف هذه الليلة منزلا في منطقة بني سهيلة لم يبلغ فيه عن وقوع أي من الإصابات، وثمة عملية إطلاق نيران كثيفة من الدبابات الإسرائيلية باتجاه المناطق يعني الحدودية، ولا سيما منطقة القرارة وصولا لمنطقة عبسان. وفي رفح أقصى جنوب القطاع شهدت هذا الصباح قصف الجيش الإسرائيلي لأحد المساجد في منطقة المواصي، واستمرارا لعملية القصف المدفعي في المناطق الشمالية الغربية لرفح، فضلا عن مناطق وسط البلد التي توغل فيها الجيش الإسرائيلي يوم أمس وسط غطاء ناري ومدفعي كثيف للغاية. شكرا لك أحمد غانم. دكتور علي، بالعودة إليك، كان هناك حديث أمريكي عن احتمال يعني تجهيز منصة ثاد، المنظومة الدفاعية التي من شأنها أن تتصدى للصواريخ البالستية، وإلى ذلك يعني دلالات وإشارات على أن الصواريخ البالستية السابقة سيما منها الإيرانية وحتى من جانب جبهات إسناد محور المقاومة قد وصلت بجدوى وبفعالية وآذت الداخل الإسرائيلي، ومن ناحية أخرى بأن المنظومات الحالية من حيث إلى مقلع داوود و القبة الحديدية بأن لا جدوى لها أمام ما هو مرتقب من صليات كثيفة وبأعداد أكبر. نعم، أعتقد بأنه بهذا المنبر يمكننا القول بأن كل الحديث الذي هو اليوم مطروح على هذا المستوى يشبه الحديث الذي كان سابقا عندما تم يعني عمل نوع من الدعاية الإعلامية التضخيمية المتعلقة بالقبة الحديدية وقدرتها على حماية الكيان الإسرائيلي وعلى منع استهداف الداخل من خلال الصواريخ. رأينا بأن هذه الآليات هي عمليا غير ناجعة بشكل كامل، ربما لها تأثير وهذا لا يمكن إنكاره بنسبة معينة، ولكن المقاومة في آليات عملها أو حتى إيران عندما استخدمت الصواريخ، هناك في التكتيك العسكري مسارات عديدة، هناك إمكانيات لتجاوز هذه الأمور الدفاعية، وبالتالي هي لم تثبت فعاليتها على الرغم من تكاليفها العالية، على الرغم من التجهيزات الكبرى التي وضعت فيها. وبالتالي اليوم نحن أمام أيضا عن خطوات جديدة في هذا المضمار من خلال ما تحدث عنه الإدارة الأمريكية، وأعتقد أنه سيكون وفق نفس الوتيرة، لن يغير شيء في المعادلة. هناك يعني شبه استحالة أن يتم منع الصواريخ التي تستهدف يعني داخل الكيان الإسرائيلي، أو ربما إذا توسعت الحرب في المنطقة ككل سيكون هناك شبه استحالة عن ردع عملية إطلاق الصواريخ وبالتالي الاستهداف وإصابة الأهداف بشكل دقيق. لذلك كل هذه القضايا في ظل المشهد الحالي للمعركة على الأرض، في ظل التجربة التي نعيشها اليوم انطلاقا من القدرة التي تمتلكها المقاومة وإمكانية إصابة أهداف الداخل الإسرائيلي في ظل هذه القبة الحديدية، بغض النظر عن تسمياتها المتعددة وما يستخدم فيها من مقلاع داوود وغيره، لكن عمليا إجرائيا على الأرض المعركة في الميدان بيّنت بشكل واضح بأن كل هذه الخطوات الوقائية أو الحمائية لم تكن فاعلة. ربما بعض الصواريخ القليلة التي تستطيع أن تدخل وتخترق هذه القبة الحديدية وغيرها من الآليات تستطيع أن تصيب أهدافها بدقة وتحقق الهدف بشكل واضح، وهذا كاف عمليا. يعني عندما نتحدث عن ربما إرسال 200 صاروخ من إيران، إطلاق 200 صاروخ يصل منهم نحو
80 نحن نتحدث عن النصف، وبالتالي إذا كان هناك استهداف دقيقة لهذه الصواريخ 80 وطالت كل الأهداف التي كانت تبتغيها، فهذا يعني كاف في المعركة لإحداث الضرر المحدد وأحداث النتيجة المطلوبة. لذلك كل هذه السياقات المتعلقة بالحديث عن هذه الأنواع الوقائية أعتقد بأنها إجرائيا على الأرض انطلاقا من واقع المعركة واقع الحروب ومجريات الميدان لن تغير كثيرا في المعادلات. طيب هنا أسألك أستاذة نيفين رحمون، هل يعني طيب سأتحول إلى الزميل جمال الغربي في النبطية، تفضل جمال. نعم محمد، نحن هنا في مدينة النبطية وتحديدا في وسط المدينة في السوق التجاري، هذا السوق التجاري الذي تعرض للعديد من الغارات الإسرائيلية ومن الاعتداءات الإسرائيلية مساء أمس. هذا السوق دمر تقريبا بشكل كلي، كل هذه المباني التي نشاهدها وكل هذه المحال التجارية التي نشاهدها الآن دمرت بفعل الاستهدافات الإسرائيلية. هي هذه الأماكن هي أماكن تجارية إضافة إلى أماكن يعني سكنية، فضلا عن الأبنية التراثية في وسط المدينة والمعروف بوسط المدينة بأنها تحتوي على العديد من المباني التراثية. كل هذه المباني هنا بفعل هذه الغارات التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية مساء أمس في مدينة النبطية أحدثت دمارا وخرابا كبيرا نتيجة هذه الاستهدافات التي كانت في وسط المدينة، علما بأن هذا المكان وتحديدا السوق التجاري الجميع يعرف من أبناء مدينة النبطية والجوار وكل يعني الجنوب اللبناني يعرف تماما بأن هذا هو مركز تجاري، ليس هناك أي مركز حزبي ولا يوجد أي مقار للمقاومة هنا في هذا السوق تحديدا، سواء كانت مقار مدنية أو تنظيمية أو حتى يعني لها يعني أعمال أخرى، ولا حتى منصات صواريخ كما تدعي إسرائيل بأنها تستهدف منصات الصواريخ التي تطلقها المقاومة. هذا الحي كما ذكرت يحتوي جامع، بالقرب من هذا الجامع هناك سوق آخر، هناك العديد من المؤسسات أيضا التجارية، سوق النبطية الأسبوعي دمر بالكامل، أطراف مسجد النبطية ويعني جزء كبير من المسجد دمر بفعل هذه الغارات. إسرائيل في يعني هنا تستهدف كل مناحي الحياة، كل شيء يرمز إلى الحياة تستهدفه إسرائيل لقتل فكرة المقاومة، ولكن هذا الأمر لم ينجح مع إسرائيل. هناك احتضان شعبي كبير يعني في مدينة النبطية ومن يعني الأهالي الذين بقوا في هذه المدينة يعني يشكلون نوع من الصمود في وجه الاعتداءات الإسرائيلية، هم يؤكدون التمسك بأرضهم وبيوتهم ومنازلهم، لا 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 تجدي نفعا معهم الاعتداءات الإسرائيلية بترك المقاومة. هذا ما لاحظناه وهذا ما سنعرضه بعد قليل من مقابلات مع الأهالي ممن بقوا في هذه المدينة. كل هذه المنطقة التي ترونها بعين الكاميرا، بعين كاميرا الميادين، تحكي قصة مدينة النبطية، القصة التاريخية لهذه المدينة التي وقفت دائما بوجه الاحتلال الإسرائيلي منذ بدايات القرن الماضي. هذه المدينة جبل عامل التي ساندت وأيدت فلسطين وكانت يعني شريك أساسي في مقاومة الاحتلال الانتداب البريطاني والاحتلال الإسرائيلي. محمد نسمع الآن بوضوح أصوات الطائرات الحربية الإسرائيلية التي تحلق في أجواء مدينة النبطية بشكل مكثف وعلى مستوى منخفض، إضافة إلى الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي لم تفارق الأجواء. إسرائيل لم تستهدف فقط مدينة النبطية ليلة أمس أو فجر اليوم، كان هناك العديد من الاستهدافات محمد، بلدة كفر تبنيت التي تقع ضمن قرى قضاء النبطية،
يعني استهدفت ب يعني بغارة، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء في المعلومات الأولية. أيضا بلدة رومين التي تقع ضمن قرى القضاء قضاء النبطي استهدفت، والمعلومات الأولية تشير إلى ارتقاء عدد من الشهداء. كل الاستهدافات في هذه المناطق هي لمن بقوا في يعني أماكنهم. اسمح لي محمد أن أستضيف عضو المجلس البلدي الذي لم يترك مدينة النبطية السيد صادق إسماعيل للحديث يعني عن الاستهدافات. يعني هش صادق، أنت ابن هذه المدينة، تعرف جيدا هذه الأماكن وأنت عضو مجلس بلدي، لو تخبر يعني العالم ماذا استهدفت إسرائيل في هذا المكان؟ أسعد الله صباحكم، صباح الخير لأهلنا الصامدين لأهلنا النازحين. كانت ليلة قاسية، أردت القتل الإسرائيلية أن توصل رسائل إلى أهل النبطية ولأهل الجنوب إلى هذه البيئة الحاضنة. استهدفوا كان لهم هدفين هني بهذا الغارة. أول هدف هي أنه ضرب السوق التجاري. النبطية معروفة من القدم، هي محطة اقتصادية، مدينة ذات طابع اقتصادي وتجاري. ضربهم هيدا السوق هو حاول انه يقضوا على هوية مدينة النبطية التجارية. يعني اليوم هيدا بيثبت انه الاسرائيلي عم يضرب يوم هويتنا بالبيوت التراثية، عم يضرب اقتصادنا، عم يضرب عقائديا. هيدي الساحة تجتمع فيها كل عام مسيرات عاشوراء، هي مدينة جمال حسين، هي ساحة عاشوراء. من هنا تطلق شعارات هيهات منا الذلة. اليوم نحن حنقول للإسرائيلي هيهات منا الذلة من جديد، مهما تقتل مهما تعمل نحن مستمرين وباقيين. فأنا حبيت اليوم بس الضوء، أنتم تشوفوا هيدي كلها محلات تجارية، أماكن رزق لناس، كل محل بيحمي العائلة وعائلتين وثلاثة، أرادوا أنه يضربوا هيدا المصدر الرزق للناس. فنحن مثل ما شايف البلدية موجودة، الناس موجودة، نعم، والطيران بالجو لن يثنينا عن أي شيء. شكرا سيد صادق. أيضا محمد لابد من الإشارة بأن فرق الإنقاذ ما زالت تعمل لرفع الأنقاض وفتح الطريق هنا في مدينة النبطية. محمد شكرا جزيلا لك جمال الغربي من مدينة النبطية في جنوب لبنان. الشكر لكما دكتور علي، شكر الأكاديمي والخبير بالعلاقات الدولية من بيروت، والأستاذة نيفين أبو رحمون الخبيرة في الشؤون الإسرائيلية شاركتنا من الجليلة. شكرا أكبر لكم مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة. هذه الساعة انتهت، إلى اللقاء.